اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. نروح لترند الاهلي ونشوف بعض العناوين المهمه جدا اللي السوشيال ميديا اهتمت بيها خلال الساعات الاخيره. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر، نشره كاف يدرس تعديل موعد احدى مباراتي الاهلي او الزمالك بدوري ابطال افريقيا. الخبر بيتكلم على ان في اتجاه لدى الاتحاد الافريقي لتعديل موعد لقاء السبت القادم. الاهلي وصن داونز الساعه 9 على استاد القاهره، والوداد المغربي والزمالك الساعة 9 أيضا بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس أو ملعب محمد الخامس في كازابلانكا. حتى هذه اللحظة ما فيش معلومة مؤكدة، وأنا سألت في الأهلي وسألت في سان داونز وكلمت بعض المسؤولين في الكاف، قالوا لي حتى هذه اللحظة المباراتين في توقيت واحد، ولكن إذا ترى أي تعديل قد يحدث بالنسبة لمباراة الزمالك والوداد، بدل ما تكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة تبقى الساعة 6 بتوقيت القاهرة. ده ممكن يتخذ فيه قرار خلال ال 24 ساعة القادمة، ولكن إذا مر اليوم وغدا وما فيش أي قرار فالمباراتين حتى هذه اللحظة في موعدهم إن شاء الله يوم السبت الساعة 9 بتوقيت القاهرة. وده بناء على مش طلبات الجماهير بشكل كبير، لا، ده الشركة الراعية أو الشركة اللي عندها حقوق النقل التلفزيوني بتتكلم في مسألة نقل المباريات، فشايفة إن هيكون في تضارب في المواعيد ومش هتبقى في نسبة مشاهدة عالية في قمة المباراتين اللي هيتلعبوا في هذه الفترة، خاصة إن في نفس اليوم مباراة الترجي والنجم الساحلي تم تقديم ميعادها، بدل ما كان هيتلعب 9 أو 6 مساء هتتلعب الساعة 3 العصر، فبالتالي في اتجاه إن ممكن يتغير الميعاد، لكن ده هيتأكد بنسبة 100% بكرة إن شاء الله بشكل نهائي. طيب نروح كمان للخبر التالي.